كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مساء اليوم واجب العزاء إلى نجلي وذوي المرحوم عبد الله عمران تريم وذلك في خيمة العزاء بمنزل الفقيد في الشارقة. وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لنجلي الفقيد خالد وعمران عن صادق عزائه ومواساته لوفاة والدهما راجيا الله العلي القدير أن يفسحه أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهما وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.